يعني خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، يعني احنا كنا محتاجين نخرج من الحاله اللي احنا فيها، والحمد لله ده اتحقق النهارده. يعني بالتاكيد يمكن في بعض التوتر، ده وضع طبيعي برضو للحاله اللي انت فيها، لكن في النهايه اعتقد ان احنا عايزين نجمع عدد كبير جدا من النقاط لحد ما المسار يبقى في اطاره الصحيح. يعني فاحلى حاجه في اللقاء النهارده هي المكسب بالتاكيد. الكلام كان عليها كابتن سيد، اتكلمت مع اللعيبه على ايه كابتن يوسف؟ لان في جهد كبير من الجهاز الفني بذل، لان الحاله كانت صعبه جدا مع لعيبه النادي الاهلي. بص انا متاكد ان اللي جاي ان شاء الله الرحمن هيبقى احسن باذن الله، يعني من خلال ثلاث نقط ذكرتهم قبل كده. انت لعيبه عندك متميزه، ولعيبه راجعه من اصابه، كل يوم بيرجع لك اثنين بيزيد من قوتك او واحد ده ولا حاجه. النهارده بنخسر حسام عاشور خساره جديده، لكن بيرجع لنا عمرو السوليه، بيرجع لنا وليد ازارو، في الطريق ان شاء الله الرحمن هيبقى موجود علي معلول باذن الله بعد حوالي 10 ايام او اسبوعين من دلوقتي. فاحنا عايزين يعني كل فتره ما بيعدي بينا الوقت احنا اللي بنكسبه. يعني بجانب المكسب النهارده في مكاسب كمان على المستوى الفني، شفنا احمد علاء بيظهر بشكل مميز جدا، اكيد في مكاسب كتير بجانب المباراه كابتن سيد. اكيد يعني زي ما قلت لك احلى حاجه طبعا المكسب، احلى حاجه ثلاث نقاط في الوقت الحالي في الحاله اللي انت كنت بتمر بيها بقالك فتره، لكن اعتقد ان شاء الله الرحمن ان انت تبني عليها بقى باذن الله. مؤمن زكريا لازم اخد منك، الناس قالت مؤمن زكريا استبعد النهارده عشان التجديد، عايزين بقى مدير الكره معانا. مؤمن ان شاء الله الرحمن طبعا هيبقى موجود معانا في الفتره اللي جايه بالتاكيد، كان في حاله تركيز او حاله يعني تجهيز لمؤمن من خلال حتى مباراه الشباب النهارده بيشارك فيها. انا بوجه له رساله حتى معاك، يعني انا بثق فيه جدا جدا جدا، من اللعيبه اللي قريبه جدا مني وبحبها، لان هو صاحب مسؤوليه وصاحب شخصيه، وانا متاكد ان هو ان شاء الله الرحمن هيبقى اضافه قويه جدا لينا الفتره الجايه. خليني اول حاجه بس يمكن قبل ما تنهي، يعني هي طلب وسؤال في نفس الوقت، يعني طلب للجنه الحكام او المسؤولين في لجنه الحكام، يعني ممكن نستعير كابتن علي الصبحي اللي هو حكم لقاء الامس امبارح، يمكن اللقاء الوحيد اللي ما كان من غير ضربات جزاء او اخطاء مؤثره. فاعتقد الاتحاد العربي علاقتنا بيه كويسه جدا، فيعني من غير اي مجهود ممكن يعني الناس تستعين بيه وتبقى موجود معانا هنا. السؤال الثاني ده الطلب، السؤال المهم جدا، يعني اعتقد ان محمود البنا من احسن حكام مصر، مظبوط، واعتقد ان جهاد جريشه حكم مصر في المونديال، مظبوط. يعني هل منطقي ومعقول ان جهاد جريشه يعني المرشح الاول لو كان موجود في كاس العالم، واللي موجود المرشح الاول في حكام مصر كلها لاداره المباراه الافريقيه مهما كانت صعوبتها، يبقى ادارته للحكام المنافسه بالنسبه لنا مباراه واحده؟ هل يعقل ان محمود البنا بكفاءته وقدراته ما يحكمش ولا لقاء لنادي الزمالك السنه دي من خلال 13 لقاء في الدوري للزمالك ولقاءين في الكاس، واحد بحجم وقدراته وامكانيات محمود البنا بصفاته وتاهيله للحكم الدولي وكل حاجه ما يحكمش ولا لقاء؟ اعتقد ان ده اسئله. على فكره بس الناس لازم تبقى فاهمه في فرق بين الاسئله والنقد، عشان الناس ما تبقاش داخله هجوم وخلاص. يعني سؤال يعني مطروح كده، يعني ليه محمود البنا وليه جهاد جريشه؟ يعني جهاد جريشه حكم مباراه واحده بس للمنافس نادي الزمالك، هي مباراه النجوم، حتى انت ما بتتكلمش على مباراه، طبعا مع احترامنا الكامل لفرقه النجوم وامكانياتهم وقدراتهم بنقدرهم كمسؤولين وجهزة، لكن انا بتكلم على الاختيارات. هل يقتصر الموضوع 80% من تحكيم مباراه نادي الزمالك مقتصر على محمد الحنفي وامين عمر وابراهيم نور الدين ومحمد عادل؟ مش تشكيك، لكن انا بقى سؤال، الاربعه دول حكموا 80% من اللقاءات، انهي منطق؟ يعني انهي منطق يقول كده ان اثنين زي جهاد جريشه ومحمود البنا بكفاءتهم وقدراتهم يحكموا للاهلي 50% من مباراته؟ ده حكم لي مباراه المصري والنهارده بتروجيت، وجهاد جريشه حكم لي الاسماعيلي والمقاولين العرب، وما يحكموش للطرف الثاني خالص. فاعتقد ان دي اسئله محتاجه اجوبه. لازم فيها اجابه. شكرا.